فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي نحكيو تنس. اليوم الحدث كان تقريبا على صفحات التواصل الاجتماعي، نحكيو كان أنس جابر، تألق كبير لاعبتنا التونسية اللي مشرفة البلاد حاليا في العالم الكل من بلاد البلاد ما شاء الله عليها. أنس اليوم تألق كبير في بطولة ويمبلدون، تفوز على المصنفة التاسعة عالميا وتبلغ ربع نهائي، واحدة من أهم البطولات العالمية. معنا بالتليفون مدام سلمى المولي، رئيسة الجامعة التونسية للتنس. مدام أهلا بك. مرحبا بيك سلام، ومرحبا بكل مستمعين ومستمعات إكسبريس إف إم. شنو حوالك؟ شنو الأمور؟ والله بوكو ديموسيون، فرحة كبيرة في هذا الزمن كما نقولوا اللي فيه، معناتها تشوف كو دي أخبار خايبة، أون دخلت البهجة، أون دخلت الفرحة، هزت الراية في ويمبلدون. مدام ظهرلي أنس عملت تقاليد جديدة لتونس، ظهرلي في الرياضة هذه مش سهل باش لعبها تفهم، مش سهل معناها لعبة من افريقيا والعربية تعمل اللي قاعد تعمل فيه أنس اليوم، ظهرلي توصل 24 عالمين اليوم، ظهرلي مرشحة تزيد تقدم أكثر إن شاء الله في الأيامات الجاية وربع نهائي بطولة ويمبلدون، باش لعبها تفهم معناها مش سهل بالكل. اليوم اللي عملته انجاز كبير، اليوم كلاعبه عربيه باش توصل تلعب ربع نهائي في ملعب ويمبلدون، هذا الملعب العشبي اللي عندناش فيه تقاليد في العالم العربي وحتى في افريقيا ما عندناش برشا ملاعب عشبيه، هي اللعبه اللي ازاحت لاعبات مصنفات من الاوائل، ازاحت اليوم اللعبه المصنفه التاسعه واللي كانت فهمنا، ازاحت اللعبه رقم 12 وقاعده تلعب مقروزه كيف كيف. بيان سور تنس كبير، تنس يفرج، قدرت باش تخلي الجمهور الكل يشجعها، ومش سهل باش الانجليز يميلوا اللاعب يشجعوله، صعاب برشا معناتها اليوم هاتي اللاعبه اللي قادره باش تغير اللعبه نتاعها، اللعب نتاعها تشوفوا انت تلعب طويل تلعب قصير، الان تري تري بو جو اليوم الحمد لله، يذولي انت خلطت الى هذا النضج اللي احنا كنا نستناو فيه افيك اون اكسبيريونس زاده، وليت عندها خبره وليت عندها لا فاريتي دو جو، vraiment beaucoup beaucoup d'émotions, vraiment farha, vraiment معناتها كي نقول لك اليوم احسن ممثله اليوم بلادنا تونس، معناتها اللي قاعد يبيع فيها شوفوا انت كيف قاعده تسوق فيها، احسن تسويق برياضيه ورياضيه مراه اليوم في هذه الاوضاع الصعبه اللي تمر بها يمر بها البلاد، ما وقفها حتى شيء في هذا الوباء اللي قاعد يمس العالم الكل. ثانيا مش سهل اسلام، يلعبوا من نزل للملاعب ما يخرجوش، ضغط كبير، والحمد لله اليوم الرات اللي انها بطله باتم معنى الكلمه، وانها ما تجم ما يقف معناتها حتى شيء من بولاريتي، ان شاء الله يا ربي تكمل في الفورمه هذه، تكمل في المونتال هذا وفي الفيزيك هذا، وان شاء الله نتمنوها تمشي بعيد بعيد في ويمبلدون. وين تجم توصل؟ وين بعيد؟ نحلم الماتش الجاي ضد الرابع عالميا ظهرلي، وين تجم تمشي أنس؟ رقم رابع. احنا اليوم في التنس انا بيرسونيلمون ما نحكيش بالارقام، يعني اليوم تجم أنس تربح رقم واحد وتخسر مع رقم 50، على خاطر اليوم في التنس انت والفورما وانت والستيل دو جو، انت والستيل دو جو نتاع كل لاعب، احنا نتمناو لها تزيد تواصل هذا المشوار وتكسب المره الجايه وتخلط نصف النهائي، هذه امنيتنا كلنا العرب والتكتوينسا وكل، احنا نقولوا ان شاء الله أنس تهبط في فورما تلعب لعبها تبدا في البيول نتاعها وقدره المولى الانتصار يجي. الكلاسمون وين نجمو نشوفوها أنس في الكلاسمون الجاي بالقفزه اللي عملتها؟ القفزه هذه توصلها ل 18 19. بتدخل توب 20 توا رسميا نقول. اي تدخل توب 20، هي توا 21 مش 24 راه. 21 في نتاع الاسبوع هذا التصنيف هذا ولا حاجه؟ اي نتاع الاسبوع هذا 21 دونك توا تدخل لك 19 هكاك 18، خاطر هنا اكثر دورات ياخذوا فيهم لي بوان هما ويمبلدون، رولان كاروس، يو اس اوبن، اوستراليان اوبن. يعني ان تور سي بوكو دو بوان. نشوفوا اللي لعبت لها اليوم 2020 كتبت برشا بوانيت كي هزت رولان كاروس، يعني اكثر دوتاسيون واكثر تورنوا يعطي تصنيف، يعني تصنيف يحسن تصنيف اللاعبين. مدام سلمى أنس من عم ناول وحتى الموسم هذا نحسوا فما حاجه تبدلت فيها، قاعده تقدم بطريقه تبارك الله كبيره برشا، شنو اللي تبدل في أنس؟
اللي تبدل في أنس هو نجم نرجع اللي ما أمنوش به برشا توينتا واللي على تكريتيكي با بوكو جان أنا نقول اللي ما فهموش تنيسة avec tout mes respects معتها فما دي جون فما شكون مراه هي تحكي على أنس وهي المراه مره لا شدت ركيت دونك الطاقم الفني تاع أنس هو اللي عاونها عن اون انتونت اون تري غراند انتونت فما اون بروغريسيون سور لو بلان تكنيك اي سورتو سور لو بلان فيزيك افيك كريم كامون أنس كان اليوم تفرجته في المباريات شفته سرعة السيرفيس وشفته السيرفيس والبريسيون دو سيرفيس ألوغ لا معناتها المدرب نتاعها اليوم لازمنا نأمنوا اللي التونسي قادر والتونسي قادر كلاعب وإلا كمدرب أراه مش معناتها خاطر جاي من برا خير لا بالعكس أنس أمنت بالتونسي أنس خدمت مع التوانسة أنس تدرب في تونس وأنس وطنيتها من أكبر ما نجمش نقول لك أكثر عبيد وطنيتها كبيرة 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 برشا اليوم الحمد قشعر اليوم درابو تونس في لندن وتحديدا في ويمبلدون اليوم العالم العربي الكل متجند العالم العربي كل يهني في تونس بهذا الإنجاز الحمد لله وإن شاء الله يا ربي تزيد تتألق وربي إن شاء الله يحفظها هذاك هو أهم حاجة وتكمل توري أنها أون جابر قادرة وأنها تونس قادرة وأنها المرأة التونسية كذلك قادرة. فغالي قبل كانت أنس عندها شوية صعوبات حتى تفلت في نقاط بالسهل تكون قريبة من المقابلات وبعد تخسر فغالي كان مشكل ذهني اليوم شفنا فغالي معدة ذهنية جديدة معها أنس اللي هي فغالي ميلاني فغالي عاونتها برشا مدامة. هي معدة ذهنية من قبل معاها هي من قبل معاها ما تعرف احنا في المونتاج اللي تخدم معاها اونليني تخدم معاها وتوا هي في لندن دونك كانت معاها موجودة certainement عاونتها برشا certainement معناتها عطاتها لي استراتيجي دو فير فاس بارابور او ستريس نشوفوا أنس اليوم ما تنرفزتش نشوفوا أنس اليوم المومون اللي ربحها 5-3 في الشوط الاول وحطت عليها مش أنس تنرفز شفتوها دونك أنس خدمت بركدي سور لو بلان مونتال certainement سمعت لي انستركسيون دو سا بريباراتريس مونتال وهنا مادام احنا كدوله وكجامعه وكوزاره نقفوا مع أنس راهو تزيد تحسن الستاف نتاعها وباش تكون قادره باش انها تزيح حتى الخمسه الاوائل والاولى والثانيه. مادام هذا السؤال الجاي انا اخر سؤال حنختم به عندي معلومه انت قولي صحيحه ولا غلطه. عندي معلومات تقول معناتها فما ميزانيه جديده من الوزاره باش يكون تدعيم الستاف تكنيك معاها باش يكون معاها مدرب جديد باش يواصل معناتها تدعيم الستاف صحيح ولا لا؟ هو فما دعم الوزارة أكيد واليوم أول مرة الوزارة تعطيها بيجي اللي هي خذيته تزيد السبريت الدوبل اللي كان تاخذه عم ناول فهمتني شي ولا لا سيدة الوزيرة الحقيقة وقفت معنا ولليوم واقفة معنا باش تزيد بو رانفورسي لو ستاف إيفيكتيفمون هذا هو اش تفهمنا بعد ما أنس تقابلنا مع سيدة الوزيرة ومع ما سمك المشوشين وجماعة الوزارة الكل هاك شفتوا اليوم كانت موجودة معها جوست أبخي أموا موجودة معها المعدة الذهنية وإن شاء الله في طوكيو باش تكون موجودة معها المدلكة متاحة إكرام وأنا كرئيس جامعة نأمن برشا بالطاقم متاع أنس ذكية أنس تعرف تختار أنس بالعكس ما تصورش قديش أنس هي قاعدة تعاون فينا معناتها على خاطر قاعدة تسوق في أحسن تسويق لصورة تونس وقاعدة تشكر وين تمشي وقاعدة تخلي في الطاقم متاعها معناتها في الزون دو كونفور متاعهم على خاطر وقت أنس تخسر مالوغوزمون الناس كل يقوموا يحكيوا على الطاقم الفني وحقها تبدلوا وكذا كذا مش باهي وحبيت نقول لكم اللي أنا معاها في رولان جاروس أنس تحست برشا من برشا كلام مي بوكو دو كريتيك اما نخلي معناتها جو دير توا الناس كل سي فغي معاها وناس تحبها اما كي تخسر لازم نحيوا حكايه الطاقم الفني حقها تبدلوا خاطر أنس يظهر لي في العمر هذا وفي التصنيف هذا تعرف تختار وتعرف شنو اللي يليق بها واحنا كجامعه اللي تختاروا أنس احنا معاها على خاطر هي في الملعب ومش احنا في الملعب احنا الغول نتاعنا سي غول ستابيليزاتور هو يقول لك في المونتال اللاعب يلعب ولازم لونفيرونمون ستابل انا كرئيس جامعه نحاول نخلي لونفيرونمون ستابل نتاع أنس أنس براتيكمون معناتها وحده حتى المكالمات ما تتقبلش مكالمات عندها استراتيجي وانا نحترمها انا الحقيقه وقت ترجع لي تنجم ترجع لي بعد ساعه ساعتين معناتها تعرف شنو تحب
وان شاء الله يا ربي وهذه تكون تعرف معناتها ومبليدون يعني عبارة بطولة العالم. اسلام نحب نذكر الناس اللي تحب كرة المضرب اللي كل جمعة اللاعب لازم يمشي يلعب مباريات كل جمعة في دورة. اليوم أقول لك أنت اللي تعرف الرياضة بالديم حتى رياضة اللي ترقاها كل جمعة ترقى كومبيتيشن مرة في الشهرين ثلاثة ولا يلعب من كومبيتيشن يهز ميدالية. يعني بشوفوا الضغط بشوفوا الجانب النفسي. حاولوا عيشوا مرة اللي يعيشوه معناتها حتى في مخكم معناتها أقول أنا كل جمعة هذا ساكي من البلاد لبلاد نحارب نلعب في لاعبين مستوى عالي ضغط نفسي كل شيء. هذاك عليه هنا نقول قد ما نصفقولها وقد ما نشكرولها اللي وصلت توا احنا نسمحوا بيانسور اللي احسن حتى عربية. هنا نقول لك ازاحت الرقم واحد فرنسية ازاحت احسن اللاعبات في اوروبا هي كل شيء قعدت لها معناتها في لاعبات امريكينيات معناتها الطفلة كان يشوفوا طول الكونتينون سيتان اكسوار راو 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 معناتها تشوف كيف يشكروا فينا المكالمات اللي نتلقاهم ما تجي لها شير دو بول معناتها تشوف اليوم كان فرشت العلم اللي خرجوه في 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 ويمبلدون انستوبابل انستوبابل كتبوا انس تيغي توبابل تصور هذا وعلم تونس وخارجه منه انس. انا نقول لك كوني حلل وناقش معناتها اليوم شو هذيك معناتها شوفوا تونس اش خرجت شوفوا اش فما معناتها سي غونديوز. اليوم هذا نسوقوا انا كوزير سياحه وانا كدوله اليوم هذا نبيع ونسوق بيه اللي كان عطى ربي الشوارع نتاع المرسى واحنا ماشيين كلهم درابويت انس ويخرج العلم هدايا. اليوم معناتها لازم اليوم الرياضه تولي اون دي بريوريتي ديتا. نشوفوا الرياضيين اللي قبل انس عملوا للرياضه. اليوم الدول المتقدمه استعملت الرياضه. اليوم وقتاش الولد تولي الرياضه يعني اون دي بريوريتي من اولويات الدوله تدخل كيما السياحه كيما غيره. صدقني لما نقضوا قفزه كبيره اليوم سي فاسيل نعاونوا نجمو نجيبوا دي استراتيجي نشوفوا فرنسا نشوفوا روسيا نشوفوا المغرب نحن المغرب هاي نشوفوا مصر راك شفتوا توا يتمخن دي ميزي سور سبور نو اون اون بيرل كوم اون. اليوم فرصتنا باش نستغلوا كنا اليوم ما عنديش حتى تيراني تترنا فيهم اون. أو نشكر زيدا مرة أخرى سيدة الوزيرة ومش راني عمري لا نشكر عبد غاتيسما ولا ما نستنى من حتى حد راه. فوغوندغا سيزار كابارتيان سيزار. قاعدة تحارب معنا باش ناخذوا قلعة أرض ندميو تيرانيت ونعملوا دورة الأنس. قداش ليا إسلام وأنا نحكي على الحكاية هذه. والله العظيم عندي 6 سنين. جا وزرة ومشي وزرة. الرياضة ماهيش أولوية في البلاد يا مدام. ماهيش أولوية مالوغوزمون وقتاش يتحركوا. ويحطوها اولويه ولازم يتفكروها يتفكروا الرياضه كان في التساوي في المطار وحدت من نوع هذاك هو. لا نحن اليوم لازمنا نردوها وكان وقدره المولى بانس باش تولي على خاطر اللي يفهم كره المضرب يعرف اش معناتها الاكسبلور اللي عملته اليوم وبالذات باش تعملوا ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك الصحه شكرا لك مدام سلمى المولي رئيسه الجامعه التونسيه لتنس على دخلك معنا ان شاء الله تشوفوا انس تمشي ابعد ما يمكن في بطوله ويمبلدون. سمعي في الاخبار وبعد مكملين في البلاي في اخر جزء من حصتنا اليوم.